Καλημέρα σας, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα νέα στα αραβικά. Τέσσερα το αρβαούν αδαχίχα φυζάρτη σαούτα λινάν ηλίκουμ στλαμπάρι οφήκουμ πιχα ουαλίδ Ηλιάς. لا تزال تبعات خروج بريطانيا الاتحاد الاوروبي تعصف القاره العجوز والعالم حيث تستمر الدعايات للاستفتاء الوطني بعد خمسه ايام على صدور وتستمر حتى يوم غد الاربعاء وتعقد القمه من دون حضور بريطانيا. وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في رساله لزعماء دول الاتحاد الاوروبي، اولا وقبل كل شيء سوف نناقش ما يسمى عمليه الطلاق موضحه في الماده 50 المعاهده، وثانيا سنبدا مناقشه مستقبل الاتحاد الاوروبي بدوله 27، مضيفا نورا سوف تعقد قمة الاتحاد الأوروبي الرسمية يوم الثلاثاء فيما سيتم تكريس يوم الأربعاء مناقشة العواقب السياسية. طبعا توسك هدفه التأكد من لدينا مساحة كافية للنقاش مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكذلك بشكل منفصل مع 27 من رؤساء الدول أو الحكومات. سيعقد رئيس الوزراء الإنجليزي سيبرس على هامش أعمال القمة الأوروبية سلسلة من الاجتماعات مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ورئيسة